بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أود أن أتكلم هذه الليلة عن نظام الحسن والجمال في الخلق. I would like to speak tonight on the natural order of beauty and goodness. الحمد لله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء إن النظام المتقن الدقيق ووجود الحسن والجمال في الأشياء من أعظم الآيات الكونية الدالة على وجود الله تعالى وغاية كماله أطلق المسلمون على كل من هذه الآيات الباهرة في الكون اسم دليل الإتقان ودليل العناية وورد هذا النوع من الأدلة في القرآن الكريم كثيرا فلكل من دليل الإتقان ودليل العناية مقام عظيم عند المسلمين قديما وحديثا لورودهما في القرآن وقربهما من قلوب الناس وسهولتهما على الفهم. Praise be to God. Praise be to God who directs the affair of his creation from the heaven unto the earth, who made beautifully all that he created and who makes everything perfectly. Precise and perfect order, goodness and beauty are thoroughgoing characteristics of God's creation wherever we look. Such signs make up some of the greatest proofs for God's existence in his absolute and his absolute perfection. In the Islamic tradition, such signs of God in creation are called dalil al-itqan, proof for God based on the perfection of creation, and dalil al-inaya, proof for God based on providential care. These proofs are often mentioned in the Quran, and Muslims have always valued them highly by virtue of the Quran's attention to them, and because they are close to people's hearts and easy to understand. إِنَّ آيَاتِ الْإِتْقَانِ وَالْعِنَايَةِ لَتُشَاهَدُ بِلَا صُعُوبَةٍ فِي التَّصْمِيمِ الْعَجِيبِ وَالْعَمَلِ الْأَسَاسِي الَّذَيْنِ فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ وَفِي يَدَيْهِ وَعَيْنَيْهِ الَّذَيْنِ بَلَغَ مِنَ التَّعَقُّدِ وَالتَّهَيُّئِ مَا لَا يُمْكِنُ تَفْسِيرُهُ بِمُجَرَّدِ جَرَيَانِ التَّصَادُفِ والاتفاقات العمياء غير المقصودة من تعامل الأسباب الطبيعية وإن مثل هذا الإتقان والعناية لتلاحظ في كل شيء فإن وفي كل شيء حي فإن أذان الحيوانات المفترسة كالأسود والذئاب مثلاً تتوجه إلى الأمام كي تركز على الصيد الذي تفتش عنه وإن آذان الحيوانات التي تصطاد كالغزال والأرانب مثلا لتتوجه إلى الأمام وإلى الخلف وإلى كل جهة كي تعينها على الحذر والحراسة من الحيوانات التي تفتش عنها. Proofs of perfection and providential care can be readily seen in the marvelous design and function of the human heart, of the hand, of the eye, which are so complex and well adapted that they cannot possibly be explained by chance or the blind coincidences of natural cause and effect.
The same sort of perfection and providential care can be readily found in all things and all living things. The ears of hunting animals, for example, such as lions and wolves, face forward to focus on the prey they hunt, while the ears of animals that are hunted, such as deer and rabbits, can face both forward, backwards, and all directions to help them guard against the animals that hunt them. دعونا ننظر لحظة إلى معجزة قلب الإنسان المدهشة إن قلبك لتنبض 100,000 مرة كل يوم 100,000 مرة كل يوم لا تفوته نبضة واحدة بل لو فاتتنا نبضة واحدة فقط لعرض ذلك حياتنا إلى خطر فظيع لكن قلبك القوي الوفي يضخ حوالي 8 لترات من الدم في جسمك كل دقيقة وحوالي 450 لترا كل ساعة وعشرة آلاف وخمسمائة لترا في الجسد كل ليلة كل يوم وكل ليلة دون توقف وإن جهاز العروق والشريانات الدموية الذي يضخ القلب هذا الدم فيه ليمتد في الجسم إلى حوالي 96,000 كيلومترا في كل جزء من أجزاء الجسد حتى أطراف أصابع اليدين والقدمين ويبلغ امتداد جهاز العروق والشرايين في الجسم طولا يمكن أن يلف حول الأرض في وسطها مرتين تصور الصعوبة التي تواجهنا عندما نحاول أن نقوم بصيانة طرق البلد المعبدة التي لا تمتد أكثر من 100 كيلومترات لكن القلب والجسد يقومان بنظام جريان الدماء في الجسم عبر هذه الشبكة الدموية التي تمتد بطولها حول الأرض مرتين عند الاستواء ودون ذلك لا يمكن أن نستمر على قيد الحياة إن جميع هذه العجائب الكونية التي في أنفسنا وفي العالم الذي حولنا لتذكرنا بسؤال الله تعالى الذي يتكرر في سورة الرحمن 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان Let us look for a moment at the amazing miracle of the human heart. Your heart beats every day about 100,000 times. It never misses a single beat. If it does miss a single beat, your life will be immediately in dire jeopardy. Your heart pumps faithfully and powerfully about 2 gallons of blood every minute. It pumps from 100 to 120 gallons of blood every hour. It pumps about 2,800 gallons of blood through your body every day. 2,800 gallons. Your heart makes this blood flow through your vast system of blood vessels that is about 60,000 miles long. 60,000 miles long, extending through every part of your body, even to the tips of your fingers and toes. The length of your vascular system is so great that it could wrap 2 times around the Earth's equator. Imagine how difficult it is for us to keep our highways intact over a few hundred miles.
yet your heart and body must constantly maintain this worldwide system of blood vessels and arteries in the best possible order for you to live. All of these wonders that surround us in ourselves and in the world around us should remind us of the Quranic question, which is rightfully and meaningfully repeated 31 times in Surah Ar-Rahman. So which of the bounties of your Lord do you deny? إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لَا يُلْفِتُ نَظَرَنَا إِلَى الْإِتْقَانِ وَالْعِنَايَةِ فِي خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَيُشِيرُ إِلَى نِظَامِ الْعَالَمِ الْمَخْلُوقِ الدَّقِيقِ الْمُتْقَنِ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ويدعون القرآن المجيد لنتأمل الأمور العادية مثل أصلنا البشري المتواضع وهو يذكرنا بهذه الآيات أن الله تعالى لم يصنعنا عبثا من غير حكمة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ The Qur'an draws our attention to the perfection of God's creation and His manifest providential care. Glorify the name of your Lord, the Most High, who alone created all things and gave them due proportion, who measured out their destinies and gave them guidance. It refers to the perfect order of the natural world. Blessed be He in whose hand lies sovereignty, and He has power over all things. He who created death and life, that He may try you and reveal which of you is most virtuous in action. And He is the Almighty, the All-Forgiving. He who created seven heavens in tiers, no disproportion will you see in the All-Merciful's creation. Cast your eyesight again. Do you see any flaw? Then cast your eyesight again and again. Your sight will return to you humbled and wearied. The Quran calls upon us to reflect on such basic things as the orderly biological process of the creation of human life in the womb from its humblest origins, reminding us through these signs that God did not fashion us without wisdom or purpose. Humankind, if you are in doubt about the resurrection, remember, we created you from dust, then from a drop, then from a blood clot, and then from a lump of flesh formed and unformed, in order that we make things clear for you. And we cause what we will to remain in the wombs for a term appointed. Then we bring you forth as an infant. Then we give to you life so that you may reach maturity. وَمِنْ عِنَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا أَنَّهُ خَلَقَ لَنَا عَالَمًا يَكْتَرِثُ بِنَا وَيَهْتَمُّ بِنَا فَإِنَّ الْكَوْنَ الْمُحِيطَ بِنَا مُوَفَّقٌ لدعم نظام الحياة على الأرض توفيقا كاملا لطيفا وتسمى هذه الحقيقة في العلوم الحديثة
بالقاعدة الإنسانية وهذه القاعدة هي الأخرى لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بسبب المصادفة وبالعموم فإن هذه الأرض كريمة مضيافة كريمة مضيافة لنا ولجميع الأحياء التي على وجهها إن المحيط الجوي الذي حول الأرض تحمينا والأحياء الأخرى وتتراوح درجات حرارتها وبرودتها غالبا بين كميات يمكننا أن نتحملها وتصلح لدعم ظاهرة الحياة حتى موقع الأرض في فضاء الكون موقع دقيق التحديد ومميز فريد بل هو موقع ملائم لوجودنا ملائمة كلية ومن المدهش العجيب أننا لو اخترنا أي موقع آخر في هذا الكون المتسع الفسيح لكان حتما لا يطاق بل لكان مهلكا مميتا وفضلا عن ذلك كله فإن تراكيب الذرات والجزيئات النووية التي يتوقف عليها نظام الحياة فينا وفي الحيوانات على العموم تستلزم توازنا دقيقا جدا بين قوى متضادة لا تسمح بأقل درجة من عدم التوازن فإن الشحنات الإلكترونات والبروتونات مثلا هي بوجه التقريب متساوية ومتضادة في نفس الوقت فلو اختل هذا المعدل الدقيق ولو بجزء واحد من 100,000,000,000 جزء لأدى هذا الاختلال البسيط في التوازن إلى أن ينفجر العالم انفجارا كاملا في كسر من ثانية واحدة. In his providential care, God created for us a world that is mindful of us. The entire universe is finely tuned to support our life on Earth. In modern science, this is called the anthropic principle. It too cannot possibly be explained by chance. Our Earth is generally hospitable to us and all living things upon it. The Earth's atmosphere protects us and other living things. Its temperatures normally fluctuate within ranges that we can bear and that serve to uphold life. Even our location in the universe is precise and uniquely privileged. It too is utterly compatible with our existence. Amazingly, if we were to pick any other location in the vast universe, it would certainly prove unbearable and lethal. Furthermore, the atomic and molecular structures upon which our lives and organic life in general depend require a delicate balance of opposing forces with almost zero tolerance of imbalance. The charges of electrons and protons, for example, are roughly equal and opposite. But if this finely tuned ratio were slightly changed more than one part to 100 billion parts, 100 billion parts, such a minimal imbalance would be enough to blow our world to bits in a fraction of a second. إِنَّ طَابِعَ الرَّحْمَةِ لَمَطْبُوعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَمِنْ مَظَاهِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي خَلْقِهِ أَنَّهُ تَعَالَى مَلَأَ نِظَامِ الطَّبِيعَةِ بِالْجَمَالِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ الْجَمَالَ لَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى لِلْتَرَابُطِ الْوَثِيقِ
الذي بين الجمال والخير والحق ولأن الله تعالى جميل يحب الجمال ولذلك رأى المسلمون أنه من الواجب عليهم أن يراعوا الجمال في كل شيء كبير وصغير في فن العمارة في تخطيط المدن والطرق وإلى مختلف الحرف والفنون حتى في أبسط الأمور الدنيوية كالأكل والشراب واللباس. Beauty must not be confused with the notion of beauty in Hollywood or Bollywood. All good human beings are beautiful, no matter what their outer forms look like, what color they are, what countries they come from, or what their backgrounds are. In Arabic, beauty represented in the word al-husn refers simultaneously to beauty, virtue, and what is upright and good. Likewise, al-jamil refers both to beauty as it manifests itself outwardly and inwardly, and to friendly acts and good deeds. The Arabic language refuses to allow these deeply interlinked concepts of beauty and goodness to be separated in both its conception of al-husn and al-jamal. Since beauty is from God and belongs to Him, it is by its nature linked to truth, al-haq, and goodness, al-khayr, which are fundamental divine principles. In fact, beauty serves the purpose in creation of attracting us to truth and goodness and making them part of our spirits, our psyches, and our lives. For this reason, Muslim sages have long said, beauty is the splendor of truth. Beauty is the splendor of truth. Beauty, good, and truth constitute a universal ontological routing in the cosmos. Because beauty is linked to truth and goodness, beauty is pleasing to the intellect and universally intelligible. It delights the soul, the heart, and the spirit. The ethos of traditional Islamic culture and civilization was based upon this all-embracing principle of the linkage between beauty, truth, and goodness, which was put everywhere into practice in a beautiful global civilization that cultivated architecture, city planning, skilled craftsmanship, and beauty in all aspects of life, even the most mundane, such as food and drink and clothing. Inna ظاهرت الجمالي ليست عادية ولا تافهة أبدا حتى في الأشياء المتواضعة التي لا تذكر ولا يعتد بها غالبا. إن رونق الجمال يمكن اكتشافه بسهولة في الزهور وفي الفراش وألوان قوس قزح والبلورات والأحجار الكريمة ومثل ذلك. ولكن أدلة الإتقان والعناية والجمال موجودة في كل مخلوق حتى في المخلوقات التي لا نلتفت إليها عادة ولا نحبها غالبا كتنين الناموس والعنكبوت والحشرات. ومن حيث أن الجمال منسوب إلى الله الجميل الذي يحب الجمال فإن كل مظهر من مظاهر الجمال آية تدل على جمال الله الحق عز وجل. إن الزهرة الصغيرة جدا توعز إلى العالم الكبير الذي هي جزء منه. إن الجمال جواد كريم لا يعرف الشح في شيء بل الجمال ينثر هداياه في كل مكان عن قريب وعن بعيد. إن مظاهر الجمال كلها لتبلغ سر كرامتها الكونية الشاملة وبذلك أيضا تسبح ربها الذي خلقها وأخرجها من العدم إلى الوجود. Beauty is never trivial.
not even in the humblest and seemingly most insignificant things. Its resplendence can be readily found in flowers, butterflies, the colors of the rainbow, crystals and gemstones. But in fact, perfect beauty and proofs of perfection are there in all created things, even in those things that we do not generally pay attention to or think of as beautiful, like dragonflies, spiders, and insects. Because beauty is related to God, the beautiful, who loves beauty, it always points to God in his infinite, absolute perfection. Beauty scatters its gifts far and wide. Beauty is generous. Nothing about beauty is ever mean or parsimonious. All manifestations of beauty communicate such universal generosity. The beauty of a little flower suggests an entire world. إِنَّ مِنْ عَادَةِ الْعَقْلِيَةِ الْعِلْمَانِيَةِ الْمُعَاصِرَةِ أَنْ تُقَلِّلَ مِنْ أَهَمِيَةِ مَظَاهِرِ الْجَمَالِ الطَّبِيعِيَّةِ مُبَاشَرَةً بِأَنْ تُقَدِّمَ لَهَا مَا يُسَمَّى بِشَرْحٍ عِلْمِيٍّ مَادِّي وَكَثِيرًا مَا تَقْتَنِعُ هَذِهِ الْعَقْلِيَةُ بِأَنْ تُؤَكِّدَ أَنَّ هَذِهِ الْمَظَاهِرُ لَيْسَتْ إِلَّا ظَوَاهِرَ طَبِيعِيَةً وَكَأَنَّ هَذَا الشَّرْحَ كَافٍ فِي ذَاتِهِ لَا يَحْتَاجُ هُوَ إِلَى تَعْلِيلٍ أَوْ تَفْسِيرٍ وَكَأَنَّ هَذِهِ الْمَظَاهِرُ مَا دَامَتْ مَشْرُوحَةً بِأَسْبَابٍ مَادِّيَةٍ عَادِّيَةٍ ليست في الحقيقة من آيات الله تعالى إن مثل هذه الأجوبة العلمية عن ظواهر الجمال في الطبيعة تقوم في التحليل النهائي على خطأ جسيم متمكن وعدم الفهم لقواعد العلوم التجريبية المادية نفسها وحدودها المنهجية فكل تفسير تجريبي مادي وإن كان من حيث هو صحيحا ودقيقا فإنه لا يمكن أبدا أن يكسب الأوصاف التي تؤهله ليقوم مقام التعليل العقدي في العقيدة والفلسفي السليم بل إن التفسير التجريبي الصحيح لا ينهض في الواقع على عن أن يكون إلا وصفا آخر أدق وأعمق للوصف الذي يفسره من ظواهر الطبيعة وذلك لأن من طبع العلوم الطبيعية الصحيحة أنه لا يمكنها منهجيا أن تقدم لنا تعليلا أن تقدم لنا تعليلا لأحداث العالم وإنما من شأنها أن تبين وتصف لنا العمليات والانفعالات المستورة التي تخفى علينا والتي من طبيعتها أن تصحب دائما هذه الأحداث الكبرى المدروسة والمشهودة ولكن هذه العمليات والانفعالات لا تقوم بنفسها ولا تقدم لنا عقيدة ولا فلسفة جديدة وإنما تحتاج هي الأخرى إلى التقسيم إلى التفسير والتعليل لأنها هي أيضا من التصاميم الكونية المحكمة المندرجة تحت أدلة الإتقان والعناية والجمال. Typically, the secular mindset is quick to dismiss displays of natural beauty by giving them a quote-unquote scientific explanation. The secular mindset is content to assert that they are merely quote-unquote natural phenomena, as if they were not truly signs of God. Such so-called scientific responses to natural beauty arise from deep-seated misunderstanding and misconception of what science is actually about and how it works. Empirical clarifications
as valid and accurate as they are in themselves, never qualify as philosophical or theological explanations. Rather, they are only deeper and more detailed physical descriptions of the things they seek to explain, bringing to light the hidden physical processes that customarily accompany such occurrences. The scientific processes are themselves the products of intelligent design and divine perfection, providential care and beauty. Science describes for us the deeper dimensions of reality that are behind what we see. Science tells us how and under what conditions such marvels ordinarily occur. But science does not and cannot ever answer the profounder question of why such processes exist in the first place and why they happen so regularly in nature. Indeed, those same quote-unquote scientific processes are also signs of the perfection and providential care of God in his multi-layered creation. They too stand in need of theological explanation, which no level of description can provide. إِنَّ مِنْ أَدْهَشِ الْأَدِلَّةِ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمَةِ عَلَى التَّصْمِيمِ الْمُحْكَمِ الْحَكِيمِ وَالْجَمَالِ الْمُطْلَقِ فِي الْخَلْقِ الْمُتَسَلْسِلَةُ الذَّهَبِيَّةُ الَّتِي نُقَدِّمُ لَكُمْ فيديو خَصِيرًا عَنْهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى تُعْرَفُ هَذِهِ النِّسْبَةُ الذَّهَبِيَّةُ فِي الْغَرْبِ بِاسْمِ مُتَسَلْسِلَةِ فيبوناتشي إكرامًا للرياضي الإيطالي فيبوناتشي في القرون الوسطى الذي تعلم المتسلسلة من الموحدين الذين حكموا الأندلس وشمال إفريقيا في ذلك الوقت ثم قام فيبوناتشي بتقديم هذه المتسلسلة إلى أوروبا مع الأرقام العربية التي جعلت حساب النسبة الذهبية شيئا متيسرا ومن وجوه أخرى فإن فيبوناتشي يعتبر من أهم الشخصيات البارزة التي قامت بتسهيل تقديم علوم المسلمين إلى أوروبا في القرون الوسطى. One of the most astounding proofs for God based on intelligent design and beauty in creation is the golden sequence, which we will witness in a video demonstration briefly after this speech, inshallah. In the West, the golden ratio is known as the Fibonacci series, in honor of Fibonacci, a medieval Italian mathematician who learned the series from the Muwahhidun, the Almohades, who ruled Al-Andalus and North Africa at that time. Fibonacci then introduced it to Europe along with the Arabic numerals that made calculation of it easy and possible. In other ways as well, Fibonacci ranks among the important figures who facilitated the introduction of Muslim learning to medieval Christian Europe. يعتبر المقطع الذهبي المتسلسلة الذهبية من أبسط وأصفى النسب المعروفة في الكون وإنه لمقطع فريد وتناسب متميز يبرز وحيدا بين جميع المقاطع والنسب الممكنة الأخرى التي عددها غير محدود بنهاية فلا يمكن بحال من الأحوال أن تحدث هذه المتسلسلة بالمصادفة بل يتمثل فيها التصميم المحكم الحكيم الجميل بأجود صوره وأكثرها انتشارا في الكون كله تبدأ المتسلسلة بالصفر بلا شيء العدم ثم بواحد ثم واحد
ثم اثنان ثم ثلاثة ثم خمسة إلى آخره ويمتد بحسابه المتميز الخاص بتناسبات مضبوطة مثالية إلى ما لا نهاية له وإنه من أجمل النسب في عيون البشر نجدها في وجه الإنسان وفي شكل أسنانه وفي أنفه وفي ذراعيه وقدميه وفي أصابع يديه وقدميه كما نشاهد قريبا في الفيديو نجدها في لوالب قوقعة الحيوان البحري المسمى بالنوت في أعماق البحر وفي كل شكل من أشكال الزهرة المعروفة برقيب الشمس حتى في عدد تويجياتها وهذه النسبة الذهبية موجودة في كل تفصيل من تفاصيل جسم تنين الناموس وفي كل دقيقة من دقائق عينيه وأجنحته فالمتسلسلة الذهبية تتطرق إلى كل شيء مخلوق حتى في جزيء الحمض النووي المتواجد في خلايا كل شيء حي الذي نسميه بDNA الذي يشكل الصيغة العامة في كل نوع من أنواع الأحياء التي تستوعب وتحمل جميع معلوماتها وتصاميمها البيولوجية ولذلك فإن المتسلسلة الذهبية من أعجب أدلة الإتقان والعناية والجمال الدالة على كمال الخالق ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين The golden section is one of the simplest and purest ratios of beauty known in creation. It constitutes a unique geometric cut and distinctive mathematical proportion that stands out in an infinite series of other possible cuts and proportions. It cannot possibly be by chance. It is creation of a perfect creator. The series begins with zero, nothingness, then one, like the oneness of God, then one again, then two, then three, then five, then eight, and so forth. And it progresses in perfect proportion unto potential infinity. It is one of the most beautiful proportions to the human eye. We find it in the human face, the shape of our teeth, our noses, our fingers, our hands, our arms, and our feet. As we will see in the video, it is there even in the logarithmic spirals of the chambered nautilus deep in the sea. It is in every detail of the sunflower's design, even the number of its petals. The golden sequence manifests itself in all the details of the dragonfly's body, eyes, and wings. It even permeates the strands of the DNA molecule, which constitutes the universal formula for organic life and stores the biological information of all the living organisms that we know. The pervasive presence of the golden series in creation is one of the most remarkable of all the signs of the absolute perfection and precision of God's creative act. Such is God, the knower of the unseen and the seen, the Almighty, the All-Merciful, who made beautifully all that he created and who began the creation of the human being from clay. So now, brothers and sisters, I want you to look at this video and I might explain some things about it. والآن يا أيها الأحباب من الإخوة والأخوات أريد أن تشاهدوا هذا الفيديو وربما أشرح لكم شيئا عنه وأنتم تشاهدونه وهو ثلاثة دقائق It's 3 minutes, it won't take long, but it's beautiful.
ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الطلال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الطلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال